الله يمسيكم بالخير، إن شاء الله ديما ملمومين على الخير والفرح. الخيال في المولود الشعبي والتراثي كبير، وقصص ما لها حد، وحكايات ورثناها من جدات والأمهات، وتحكى وفيها العبرة وفيها الحكمة وفيها البسمة، يعني مليانة، ما هيش جزء من أجزاء التربية بالنسبة للطفل وحتى للكبار، لأن التربية شيء عام، البيت يربي، المدرسة تربي، الشارع يربي، العم يربي، خالي يربي. فجدت الحكايات هدية فيها حتى نوع من أنواع التسلية، وخصوصا في ذلك الوقت زي ما تعرفوا لا كان فيه تلفزيون ولا كان فيه راديو، يعني راديو في القهوة مرات يمشي زي والدي رحمه الله، ولا زي جيله، ولا اللي قبله، يعني قبله ما فيش، وكان راديو في جيله هو يمشي يسمعه في القهوة في النشرة، ولا يسمعه في أغاني عبد الوهاب، ولا أدوار سيد درويش، ولا بعد داروا الإذاعة المحلية يسمعوا في شوية أغاني وأدوار من فنانين أولين قدم، ولا يسمعوا في حكايات عمك محو وخالتك لولو، شيء من الكوميديا في ذلك الوقت. الحكاية كانت زي ما قلنا في السابق، الجدة ولا الأم هو اللي يحكي. فمن ضمن الحكايات، هيا سيدي الوقت اشتيت وحريكي نوى زي ما قولوا، تقلع النشاف من الحر وطلع عشر، والوقت يقولوا بعيد بعيد كبيرة، هيا الريس مدعمز هو البحرية في البيت مغاريب، ايه هذا ودارين طاسة شاهد ويحكوا على رئيس العيد قريب، العيلة يبغوا ضحية، قال لي سخر ربي إن شاء الله كل شيء يجي، ولكن زي ما تشبه إن شاء الله نحصله في الظلام الجاي، يعني هم العشرة الأولاد يهمهم كل شهر قمري سموهم الظلام، اللي هادو ستمرون من حواته اللي هو ظلام آخر الشهر وأول الشهر، أول الشهر هنا يقعد لغاية ما توصل القمر 7 أيام 8 أيام، تولي أنا تبدأ تأخذ تمشي من هنا تكبر القمر، أنت تولي بدر، وبعدين تبدأ تنقص، لما تنقص ما بعد 7 أيام من البدر يبدو يطلع يقول الظلام سن الأنبار، ولا يخرطوا بالحلقان، ولا كان في حاجة، ولا بالقصباية اللي معناها ما خلاص القصباية هذا غيره، يعني سد رمق باش يروح وذات الحوش. هيا كملوا طاسة الشاهي اللي بيناتهم، وهي تصبح على خير تصبح على خير، قال لما لا سكر البيت اللي هو البيت اللي يحطوا فيه في الشباك وحطوا فيه في البرنقالي حطوا فيه في تيلارات الحوت حاش عيونكم، سكروا الرأي جابات الطريق خش الزنقة زي ما نقوله، اللي يعرف زنق المدينة القديمة جاباتها زنقة سيدي سالم، وركب كلها قواس ركب، ودوكم شوف في حالهم دنيا ليل زي تو ضي ضو الشوارع وكذا، ماش كان الضو زمان يديروا له في الكربون ولعوا فيه بالكربون، يطلع يولع الضو هداي من العصر يولع فيه، كان يولع في الكربون مدارين فوانيس كلام قديم شوية، فيش كهرباء قتريكش نور في كل مكان، دنيا ظلام، هو ماشي دندن وإذا به يلقى حاجة واقفة قدامه، حاجة عيونكم كرمكم الله، حاجة سوداء
دنيا ظلام وحاجة سودة وين قربها؟ كرمك الله كلب ما هوش كلب وين قرب ألقاه جدي؟ وقف قال والله يا ولدي هذا العيد وتصبر وين قربه هكي قال الجدي هكي بيضحك قال عاد تنطحني شده بحري بسم الله ما شاء الله يجب في المقداف وصحيحة وحوتات قام حط على كتف ما حط الجدي على كتفه وبعدين قال كيف هني من يقبل مني في الحوش يقولوا جايب لنا جدي احنا لابو كبش هكي يقولون جايب لنا جدي وكانت العيد هذا كانت الكباش يفاخروا بها زمان احنا وين يشروا لنا كبش بونا ولا كذا نطلعوا بيه ونجيبوا فيه وظلوا ندوروا بيه في الشارع ما انا اكبر كبش واكبر كذا وظلوا يتفرج عليه ما قال له من يقبله مني في الحوش يقول له مني جدي وبعدين كيف انا نضحي بحاجه لقيتها في الشارع وين ندير عليها مالي هي حلال ولا حرام لا والله ما صار لا لا ما صار قال هيا مالي نرفعها نسلمها في المركز قال نرفع للبوليس انا وكان يديروا لي هيلولة ويقولوا لي وين لقيتها شن معاها وجدي شن معاها شن تزدان فلوه جدي قال هو في الدوة هكي وين قال هكي القارج لنا جدي طواله هذا مش جدي هذه غولة الإنسان طبعا الخوف شيء موجود في النفس البشرية شلون لكن وين يزيد على حد يولي جبن قدع هو قدع كيف من تخوف من غولها تقول له طوال رجلك ولا يقصروا ما خصك شيء من الموس قال الجدي هيك قال له اطلقني نغنيك كيف قال له اطلقني الفلوس هذا ما عادش تلقى وين تحطها قال له لا عاد جدي ويدوي هذه هلبة علي هذه غولة حق انس ولا جن انت قال لنا ولد ملك الجن ولد ملك الجن يجيني غير في جدي ولد ملك الجن يجي في غزال مش يقولوا الغزال هي الغنم ما انت تحصلنا بالله وبرسول الله هيا فصلوا وياه تغني وقال له باي كيف قال له غدوة تمشي جنب دكان العطار تلقى دكان مقعمزين فيه زوز لابسين بالأبيض يعطوك كيسة فلو كيسة ليرات اصرف منها وكل ما تكمل تولي لهم تلقاهم في نفس المكان يعطوك صرة تانية قال له بلوه ما يعطوهم ليش مع بعضهم قال له غير انت جرب اول مرة توجد يرد عليه علاش ما يعطوهم ليش مع بعضهم قال له انت غير جرب وبعدين سهل نجرب قال له ايه نرخيك اطلق الطير واجري تحته قعد يقول غير الخيني يقول هذاك ما خص شيء من الموس من موس بيك بيك هذا بالحس يطلع يقول جن انت جن انت كذا ارخيني ما ارخيك ارخيني ما ارخيك بعدين قال له ارخاه وقعد يقول له غير قول لي انا نسيت المكان وين انا نسيت المكان وين انا نسيت المكان وين وجه هذي خدي وجهه انا نقول غير قول لي المكان وين غير قول لي المكان وين تعلى الحس تعلى الحس تعلى الحس نولى صراخ عياط حشك واذا بيه خلتك الحاجه في جنبه تقول له لبس عليك يا رايس لبس عليك يا رايس لبس عليك يا رايس اتى بيه الراجل موضوع العيد معشش في مخه ويحلم بيه حتى حلم اللي فات هذا كله حلم ناض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالت له اسم الله عليك مشيت جابت له طويسة طمية مدايرة فيها كترتين الزهر باش يرين وكذا والراجل تنهت مدت له طاسة الشاي يشربها قالها أنا أمتى رقدت قالت له بعد صلاة المغرب عسلت هكي رقدت ندير في الشاي وانت أخذتك عينك قالها أما أني حلمت حلمة قالت له خير والصلاة على النبي هو بيعود لها الحلمة والحوش طقطق قلت له الحوش يطق قال هاني ماشي له تفضل منه قال له افتح يا رئيس اسماعيل افتح يا رئيس اسماعيل افتح يا رئيس افتح الباب القاه بحري من بحريته قال له يا رئيس
تتفكر في اللي خذيه منا الحوت في رمضان قبل 27، ما هو كانت طرابلس هذه يفطروا على الحوت في أول يوم العيد، خذيه منا الحوت وما عاش جاي، واحنا دورنا ما عرفناش الراجل لقانا، وجاي تدورك انت ما لقاكش، اعطاني هنا الفلوس، خذيه منا الفلوس. قال لي ريت هذا يا ولدي قسم العيد يجي من بعيد وطب سكي لوطه، لقى جدي قدام الحوش، قال له هذا شني؟ قال له جدي لقيته قدام حوشك، قال له يا اخي زود لي حلم ولا علم. تصبح على خير.